لليوم الثاني على التوالي يواصل مهرجان بابل الدولية فعالياته الفنية وسط حضور جماهيري واسع وبمشاركة فنانين عرب وعراقيين كبار. طبعا شيء محترم ومهم جدا هذا الحدث الدولي. أي واحد يعارض هيك حدث بالعراق هذا ظلامي، أقولها بملء الفم، لأن إحنا صناع الحياة، نحن مع صناعة الضوء، نحن مع صناعة الجمال، نحن مع صناعة الترفيه. شفتوا الحضور الهائل للجمهور اللي حضر بالمسرح البابلي، وأكو أضعاف مضاعفة خارج المسرح. المجتمع العراقي مجتمع منفتح ومتصالح مع نفسه، فلذلك لابد لنا من تكثيف المهرجانات وأن تكون حياتنا بمجملها مهرجانات مستمرة لكي نقول للعالم أننا هنا وأننا من أسس الحضارة. فيما أعرب الفنانون العرب عن سعادتهم للمشاركة في مهرجان بابل الدولية والذي يقام مجددا بعد انقطاع دام سنوات طويلة، يعود الفن من جديد لهذا المسرح التاريخي. مرحبا وسهلا بكم. اهلا. شلون تشوفون مشاركتكم مهرجان بابل؟ رائعة. وشلون تشوفون الجمهور العراقي؟ مزوق وموت فيها اصلا. بس لانه رسالتكم الاخيرة لشعب العراق قلتوا تشوفون هذا المهرجان بابل. بتمنى دائما ارجع على بابل وعلى بغداد وعلى العراق، ودائما السلام يعم البلد. مهرجان بابل للثقافة والفنون، يعني مهرجان عريق وقديم، وكنا نحلم انه نحن نتواجد فيه، نشوف بابل، نشوف الحضارة، نشوف التراث والفلكلور. عاد هلأ برنامج أو بالأحرى مهرجان بابل، وجمع الأشقاء العرب من كل مكان، جمع الفنون، جمع الناس لحتى نعيش فسحة من الأمل، فسحة من تغذية الروح من خلال الموسيقى والفن والفلكلور. هنا وعلى المسرح البابلية في المدينة الآثارية التي تقع وسط مدينة الحلة مركز محافظة بابل، طغت الأضواء وصخبت جماهير من العراقيين الذين ملأوا المدرجات في ثاني أيام المهرجان بنسخته الجديدة. مرة أخرى تعود الحياة إلى هذه المدينة وإلى هذا المسرح التاريخي بعد توقف دام لأكثر من 20 عاما، حيث شهد اليوم الثاني من هذا المهرجان الدولي توافد أعداد كبيرة من الجمهور ومن مختلف المحافظات العراقية، حيث شهد هذا اليوم مشاركة فنانين عرب وعراقيين كبار. من محافظة بابل، معتز العبودي، زاكروس تي في.